يا عم كورونا ايه وبتاع ايه، بس احنا ما انا عايز انزل دلوقتي بعد ما اخلص هروح اخد سندوتش سحالي كبير جدا، حته سحليه كبيره جدا، بعدين يتحط عليها رق صراصير ورق ضفادع ورق فيران وشويه نمل وبيض التمساح مقليه، وبعدين اقلب عليه خفاش كبير كده واكله، ويجي لي فيروس نادر جدا واموت وانا قاعد وعد الكوكب كله بقى، يعني انسف الكوكب تماما.